في توادي السلام وضرورة توحد أبناء الوطن على هدف واحد من أجل بناء هذا الوطن وتطويره ونهضته للأجيال القادمة. في مثل هذا الشهر ونحن في كواتيم أغسطس صدرت قرار بتشكيل لجنة وساطة لحكومة جنوب السودان ليتوسط في محادثات سلام السودان. وطيلة الفترة بتاع تخليف الأخ الرئيس تلقى الوقت لهذا الملف وتيم المهاو زللت تتابع الملف لحظة لحظة ساعة ساعة يوما يوما وفتحت أبواب مكتبك لأعضاء اللجنة فتحت أبواب منزلك لأعضاء اللجنة تستقبلنا ليلا ونهارا كل ما طلبنا ذلك من أجل المشورة ومن أجل توجيهات وتعليمات لإكتمال هذا الملف الهام. جاءت الكورونا الجاية التي أقعدت العالم كلها وقفلت جنوب السودان كل المناشط ما عدا منشطين فقط اللي هي إدارة جاية الكورونا وإدارة محادثات سلام السودان. وزللنا نعمل في هذه الظروف وحقيقة نحن كلجنة عايزين برضو نشكر كورونا لأنه ما جانا خالص بدربنا. كورونا ما جاء في دربنا خالص رغم أنه نحن كنا أحيانا بنخالف إجراءات صحية. نحن كنا شغالين في جو بتاع كورونا. أشهر وأقوى الآن المنابر للحوار والتفاوض اللي هي فيديو كونفرنسينج المحادثات عبر التلفزيون الدائرة التلفزيونية. ودي كان أول تجربة على مستوى العالم إنه النزاعات المسلحة الناس يحاول عبر فيديو دي ما حصلت. نحن بدأنا هنا في جوبا وأرزنا تقدم كبير جدا الملف الأمني بالنسبة للمنطقتين. نحن حورناه عبر فيديو مع شمس الدين كباشي ورفاقه. نحن انتهينا ويا سرارمان وزملانه. نحن حورنا عبر فيديو في الملف الترتيبات الأمنية. الأخ الرئيس نحن الآن عايزين نرفع عليك تمام كما ذكر الأخ توت إنه محادثات السلام في مسار الحركات الكفاءة الثوري انتهت تماما وعايزين نسلم لك الملف. هذه هي سهلة لك الأخ الرئيس عشان تجي تخاطب هذا الجمع ونحن جنودك لأي تكليف ثاني تقول لنا نحن جاهزين له. تفضل سعادتك. السادة والسيدات كلمة رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت. متحدثا إلينا في هذه الفعالية والاحتفائية بمناسبة توقيع اتفاق سلام السودان بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا وبقاعة الحرية. السلام عليكم كلكم. الكلام اللي قاله دكتور ديو قبل شوية عن كورونا و حاجات هم نعملوا في زمن بتاع كورونا. أنا بقول إنه كورونا ما يتأثر معنا لأنه نحن ناس مساكين حتى لو جاهي نزاته ما دير نحن وخلانا في المشاكل بتاعنا برانا وفاد للناس الغنانين والتغيانين دير ما شالهم وإن شاء الله ما يجي لنا في السودان في ساوث السودان في دول الجوار. Your Excellency, General Abdel Fattah al-Burhan, Chairman of the Sovereign Council of Sudan, Your Excellencies,
ولكل البروتوكول والحضور دعونا نواصل. فخامتكم Today is a very important day. اليوم هو يوم مهم جدا ولي عظيم الشرف لحضور هذا توقيع الأحرف الأولى لسلام السودان بين الحكومة الانتقالية في السودان وأعضاء الجبهة الثورية السودانية. نيابة عن شعب جنوب السودان أود أن أعبر عن شكري لكل الأطراف لقبولهم والمشاركة ولقبولهم الندى للمشاركة في حوار السلام ولقبولهم جهودنا ووساطتنا. أريد أن أشكرهم جميعا لمجهوداتهم التي قدموها للوصول إلى هذه النقطة رغم الأزمات التي ظلت تواجهنا وتواجهكم وكل الأطراف. أن أشكركم لهذا الإنجاز العظيم. لاعتمادهم وقبولهم وساطة حكومتنا خاصة الأمم المتحدة التي اعتمدت عملنا عبر مجلس الأمن وصفتنا في اجتماعه الفوق العادي الذي عقد في نوفمبر 22 في أديس أبابا. فخامتكم سيداتي وسادتي، هذا الاعتماد من المجتمع الدولي جعل وساطتنا ولجان الوساطة تحت قيادة توت جلواك والأصدقاء السودان لوصولنا إلى هذا اليوم التاريخي. من بين هؤلاء الأصدقاء رئيس الإمارات العربية المتحدة وأمير أبو ظبي وفخامة خليفة بن زايد آل نهيان أمير دولة قطر فخامته الشيخ تميم بن محمد الثاني ورئيس تشاد جمهورية تشاد فخامته إدريس ديبي الاتحاد الإفريقي الأمم المتحدة
التيم العامل في دارفور الاتحاد الأوروبي والترايكا ودول الترايكا. أشكر جميع هؤلاء الأصدقاء لتوفيرهم الدعم المالي والدعم الفني ولكل الوسطاء. كدول نحن كذلك أيضا فخورين جدا لنكون ولننجز هذه المجهودات لكل الأطراف للوصول لهذه الاتفاقية. لقد قمنا بأدوارنا تجاههم للسلام والأمن. وكذلك هو أمننا وسلامنا في جنوب السودان. وعني هنا السودانيين الجنوبيون عرفوا بمجهوداتهم لاستعادة السلام في السودان، وكل المجهودات على السودان للأدوار التي لعبناها لعبوها وتواصلوا في القيام بها كأعضاء في الاتحاد كعضو في الاتحاد ولضمان وضامنين لسلامنا. فخامتكم سيداتي وسادتي، نحن لم نقم بالنظر إلى هذه البرتغالات كنهاية، لقد قمنا بهذا كالتزام من الأطراف لتنفيذ الاتفاقية نصا وروحا. هذه الاتفاقية تخاطب أو تعالج كل القضايا والتحديات في عزمات الدولة السودانية. وهذا لا يتوقف على تقاسم السلطة أو تقاسم الثروة في الحكومة الانتقالية والترتيبات الأمنية، وكذلك والنازحين ومن بينها قضايا أخرى. الكثير أنجز حول سلام السودان. يجب أن أقول نحن لازلنا بعيدين من حل هذه الأزمة نهائيا. إن غياب الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عن هذه
المراسم هي ستبقى تحديا حقيقيا لنا. الذين لم يشاركوا في هذه الاتفاقية الليلة أنتم ترون أن نتائج هذه الاتفاقية في هذه الاتفاقية بهذا الروح من هنا أطالب القوتين الحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان بالعودة لطاولة التفاوض بروح طيبة كأسرة. نحن نؤمن بأن الحل العسكري لقضايا السودان الداخلية هي ليست حل. كدولة خرجت من دولة يجب أن أؤكد نرفض العودة إلى العنف لحل حالة مشاكل هذه المشاكل. لما قدرت أقول نهاية إن الشعب جنوب السودان حكومة شعب جنوب السودان هي جاهزة لدعم تنفيذ اتفاقية جوبا التي وقعت بالأحرف الأولى اليوم. كذلك من هنا أنادي طالب المجتمع الدولي للوقوف بجانب الشعب السوداني الوقوف إلى جانب الشعب السوداني لتنفيذ هذه الاتفاقية بالدعم السياسي ودعم الدبلوماسي. دعمكم السياسي ودعمكم الدبلوماسي هو مهم جدا وهام جدا لتأكيد أن الاتفاقية لتكريس الموارد لدعم هذه العملية. أشكركم جميعا مرة أخرى أنتم جنوب السودان وعليكم أن جنوب السودان ملتزم بتعهدنا بالتزاماتنا لرعاية السلام ومراقبة والتعاون في كل الأوقات مع أصدقائنا مع جيراننا تحديدا السودان. God bless you all. يبارككم الرب. لقد رأينا the floods أن الفيضانات are all over in Sudan. الفيضانات كل السودان موجودة حتى في هذه المناطق التي لم تشهد فيضانات من قبل في حياتها هم الآن عائمون في الفيضانات. نحن نعلن تضامننا معكم ولكن لا يمكننا فعل أي شيء.
ولكننا نطالب المجتمع الدولي لمساعدتكم. هذا ما يمكن أن نقوم به. شكرا جزيلا. السادة والسيدات، كانت تلك كلمة رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفا كير مياردت، والذي تحدث في هذه الاحتفائية. من جوبا نقلنا لكم نقلا حيا ومباشرا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لنقلنا لكم فعاليات هذا التوقيع، توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح. لكم منا خالص التحايا في محطة الاس ان جي نعمات فضل المولى، فتح الرحمن الطاهر، ابو بكر محمد ميذوب في الهندسة الإذاعية، السادة والسيدات. من جوبا لكم منا خالص التحايا في محطة الاس ان جي نعمات فضل المولى، فتح الرحمن الطاهر، ابو بكر محمد ميذوب في الهندسة الإذاعية، عبد الباقي نور الدايم، عثمان عمر الطيب، عبد الله محمد عبد الله، هاجر صديق، منال الفاتح، احتماد محمد علي، الفاتح عبدو، خالد ابراهيم، مبارك عبد الحفيظ، عادل سيد احمد، إشراف هندسي فتحية عثمان محمد سعيد وعبد الوهاب صالح في الإشراف البرامجي. من جبهة نحييكم عادل فضل المولى.